معنا عبر الهاتف سيد خالد شمال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية. أهلا بك سيد خالد. وزارة الموارد المائية تتحدث عن تضاعف واردات المياه خاصة في سد الموصل، هل أبلغتكم تركيا بإطلاق المياه إلى العراق؟ تفضل. السلام عليكم، تحياتي لحضرتك ولمشاهدين قناة ديوان حياك الله الفضائية. و يعني أثني على التقرير اللي قدم، يعني كان في ضمن معلومات مهمة و كان واقعي. فيما يخص الملف الموارد المائية، انت ما تعرف هذا الملف، وملف يعني كبير. دولة رئيس الوزراء وهذه الحكومة رغم عمرها القصير الا انها نقلت هذا الملف من ملف يعني دبلوماسي او ملف فني الى ملف سيادي، وبالتالي اصبح الشخص اللي يشرف على هذا الملف هو دولة رئيس الوزراء باعتباره الرئيس التنفيذي الاعلى لكل المؤسسات الحكومية العراقية. هذا امر. الامر الاخر المهم جدا، الزيارة اللي قام بها دولة الرئيس إلى تركيا، والتواصل معهم من خلال معالي وزير الموارد المائية والفريق الفني كافة في التفاوض اللي مرتبط بوزارة الموارد المائية، أثمرت يعني هذه الجهود عن قيام تركيا بزيادة الإطلاقات المائية بنهر دجلة وصولا إلى سد الموصل. قبل أسبوعين الآن من خلال القناة الكريمة أنا ذكرت أن الرقم أو التصريف الموجود هو لا يردنا إلا ما بين 200 و 250 متر مكعب بالثانية. الان التصريف المارد الى سد الموصل من خلال نهر دجله هو 500 متر مكعب بالثانيه، وبالتالي احنا ايضا نطلق من السد نفس الكميه، وبالتالي يعني تم ايقاف استنزاف الخزين. جيد. هذه الزياده لم تكن زياده يعني محض صدفه، انما كانت يعني ثمره جهود قام بها كل المؤسسات، ايضا الاعلام الوطني مثل قناه الكريمه والقناه العراقيه الاخرى يعني طلبوا على هذا الملف، وبالتالي اصبح يعني الاعلام ايضا سلطه ضاغطه باتجاه يعني اقناع الجانب التركي باحتياج العراق الماء. يعني هل بلغتكم تركيا بشكل رسمي استاذ خالد وانتم معنيون بهذا الامر بانها اطلقت زياده في الاطلاقات المائيه؟ نعم، كفريق فني او كوزاره فنيه معنيه عندنا يعني معلومه مؤكده عن زياده الاطلاقات في نهر دجله بسد الموصل. طيب. وبالتالي مثل ما ذكرت لحضرتك هاي ثمرت جهود الحكومه، ثمرت جهود الاعلام، ثمرت جهود التواصل. طيب. مع ذلك يعني يثني على التقرير ذكرت واضح. استاذ خالد، هناك زياره مرتقبه للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى الى بغداد، وهل تتوقعون بان تحل ازمه المياه؟ اكيد نتوقع خير، لانه شوف اذا تلاحظ الزياره اللي قام بها دوله رئيس الوزراء الى تركيا بيوم 21/22/23 اذار الماضي ايضا اثمرت عن مضاعفه اطلاقات نهر دجله بوقت ايضا قبل نسبه الخليج يعني قريب من 500 متر مكعب بالثانيه. زياره الرئيس انا اتكلم عن الجانب الفني في وزارتنا، لذلك ثلاثه محاور مهمه هي ستكون محور التفاوض او محور يعني ملف المياه فيما يخص الزياره. المحور الاول هو عندما تتقاسم تتبادل المنفعه مع دوله معينه يجب ان يكون هناك ايضا مقابل تبادل المنفعه، امر مهم هو تقاسم الضرر. طيب. والضرر الاقصى من قله يعني من قله او شح المياه. طيب الأمر نعم تسمح اذا تسمح لي، الامر المهم الاخر هو احنا نعمل على موضوع مهم، دوله الرئيس ومعالي وزير الماء يعمل على امر مهم جدا هو الاداره المشتركه لحوض الجلسات، وبالتالي سنضمن ان لا تكون هناك اجراءات تشغيليه لمشاريع الري الكبرى يعني وقت بها سدود الكبرى يعني خارج علم الحكومه العراقيه. والامر الثالث هو امر تبادل المعلومات يجب ان يستمر، والفريق التفاوضي يتواصل باستخدام لغرض يعني تبادل المعلومات، وبالتالي تبادل المعلومات والاداره المشتركه وتبادل المنفعه وتقاسم الضرر ثلاث محاور مهمه هي ستسهم في يعني حلحله المياه الراكده في ملف التفاوض على المياه. نعم. استاذ خالد، لما لا يكون هناك اتفاقيه او معاهده بين العراق وتركيا لحل أزمة المياه خاصة بسبب تأثر العراق بالتغير المناخي الحاصل في المنطقة بشكل عام؟ شوف استاذي العزيز، موضوع ملف يعني موضوع شح المياه او شح الغابات مرتبط بامور اساسيه، الامر الاول هو يعني قيام دول المنبع اللي هي تركيا وايران وسوريا بتنفيذ مشاريع كبرى اللي هي مشاريع السدود ومشاريع الصحة الكبرى اللي اثرت بشكل كبير على الراتب العراقي، والامر الاخر هو التغيرات المناخيه وارتفاع الحراره، والامر الثالث يعني المهم هو مرتبط بالداخل العراقي، يعني سلوكيات المؤسسات والمجتمع العراقي فيما يخص عدم تركيز سلاك المياه. وبالتالي ملف المياه اللي ذكرته حضرتك يعني عندما يطرح بين القياده العراقيه والقياده التركيه اكيد هو ملف كبير يشمل اداره المياه، يشمل
الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي، طيب. الجانب الامني، الجانب الثقافي الاعلامي. وبالتالي الخطوه الاولى بهذا نحو الاتفاق حصلت، اللي هي انه دوله رئيس الوزراء نقل هذا الملف الى ملف سيادي، وبالتالي يعني كل الامور الاخرى هي ستتم من هذا الملف. استاذ خالد، هذا فيما يتعلق بتركيا. اسال ايضا عن ايران، هل تم التواصل مع إيران؟ وهل هناك وفد ذهب إلى إيران؟ هناك وفود حقيقة من الوزارة تذهب إلى إيران وتطلعها على الضرر الذي في العراق. هل هناك يعني مبادرات من الحكومة أيضا لزيارة إيران والاتفاق مجددا لحسم هذا الموضوع؟ الإيرانات ما العراقية كلية 70% تأتي من خارج العراق، هذه 70 حتى تقسمها 50 من تركيا و15 من طبعا 50 من 70 تأتي من تركيا و15 من 70 تأتي من إيران و5 من 70 تأتي من سوريا. مع إيران بين العراق وإيران 43 نهر حدودي مشترك بالإضافة إلى نهر الشارون. هذا الملف كان شبه مجمد منذ 10 و15 سنة. من خلال أمر هذه الحكومة يعني دولة رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الموارد المائية قاموا بزيارات عديدة إلى إيران، وبالعكس وزير الطاقة الإيراني يعني بإدارة المياه أيضا زار العراق. ما أثمرت هذه يعني أمرين مهمة. الأمر الأول هو تحريك أو بدء الإطلاقات ولو أن كانت بالبيت المطلوب بالأنهر الحدودية المشتركة، لكن الأمر المهم اللي أثمر هو زيارة إطلاقات نهر الشارون. وبالتالي نهر الشارون الآن مصبة في سطح العرض ما بين 40 إلى 50 متر مكعب الثانية. وبالمناسبة هذا الأمر ليس جديد، يعني منذ الشهر الرابع من شهر نيسان الماضي الإطلاقات في شارون بدأت تزداد إلى أن وصل ما بين 40 إلى 60 متر مكعب. هذه أسهمت في تحسين الأسد العرب، يعني بعد ما كنا نتكلم عن 15 و 20 يعني جزء بالمليون من سلف الملوحة، الآن سلف الملوحة هي 1500 1600 وأحيانا تصل 1200. وبالتالي عوضتنا عن شيء مهم جدا من خلالكم كريمة، عوضتنا عن ضرورة جذب أطلاقات من جزء باتجاه سلف العرب. يعني هذا أمر مهم جدا. نشوف يعني أيضا الواحدات والتفاوض يثمر، لكن يحتاج إلى إرادة وطنية، يحتاج إلى أمرين مهمين. الأمر الأول إرادة وطنية، ونتمنى من الاعلام يبقى مصوره على موضوع حقوق العلاقه التاريخيه والجغرافيه والاخلاقيه في الجزائر. شكرا جزيلا لك سيد خالد شمال المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه.